السلام عليكم. شو بدي زاد كالعاده معكم، سمحونا رانا ولينا ورانا كيما يقول لك رانا نتبعوا في الاوضاع ونتبعوا في كيما يقول لك نقطه بنقطه الفاكس اللي راه عند الاتحاديه حسب المعلومات، وسمحونا حسب المعلومات اللي وصلتنا والفاكس اللي راه عند الاتحاديه بان حاللو لن يعود في الوقت الراهن، في هذا الوقت ما يوليش. قال لهم باش نولي ما نوليش في هذا الوقت. حاللو اللي يعرف هذا المنظومه وراه مراقب، يعرف مليح، وعنده ناس وعنده ناس يقولوا له، يوصلوه اخبار، وشاف كيفاش التعفن، وين وصلنا التعفن اللي ما تقدوش كيفاش راهي، ما تعرفوش كي راهي صاريه. الحديث عن استقدام حاللو للاشراف على المنتخب يرد، يريد منه الامتصاص، غضب الشارع الجزائري، لأن البوسني لن يعود على الأقل في وقت الراهن. اعتذر لهم، قال لهم ما نجيش نخدم في هذا الوقت، لن يعود للعمل مع أعضاء في الاتحادية والمنتخب يبيعون ويشترون في اللاعبين ويعيطوا لهم الفريق الوطني من أجل رفع من قيمتهم في التحويلات ونيل الأموال معاهم، يحوسوا يجيبها الفريق الوطني فيطو يبيعوا بالسومة يجيبها الفريق الوطني باش يبيعوا بالسومة. ناس صوالح، واحد صوالح اللي يصروا تهبلوا من رسانكم. حاللو لن يعود لأنه لا يقبل بأن يفرض عليه لاعبين من بارادو أو من نادي آخر، ولن يعود لأنه لا يقبل بوجود غرباء في غرف الملابس وغرف اللاعبين في مركز سيدي موسى، ولا يقبل أي تدخل في خياراته. وحنا شلنا على بالكم، نقول لكم حاجه، واحد كيما كمال مهوي، واحد كيما زين عامر، على بالكم بلي يدخلوا حتى البيسيال ويكونوا اللعابه يبدلوا؟ على بالك بلي يدخلوا يقصروا مع اللعابه في سيدي موسى؟ راه زين عامر قايس تصاويرو داير جواله موراه يترينو هو واقف، محسوب حاجه كبيره، محسوب ما كاش كيما هو. عرفتوا وين وصلنا؟ للتعفن الاعلامي، التعفن في الرياضه اللي ما غاديش نخرجوا منها. عرفتوا واحد بوسني عرف كيفاش يرد عليكم في الوقت المناسب. خاطر علاه انتم انتو طاقين دعايات بلي بيجي، احنا على بالنا مكاش كاع منها، والله حاجه ما كان منها. قلنا لكم والحمد لله يا ربي، قال لكم ما طاقوش فيها الهضره، وين ويحوسوا يحرقوه فاني كيوسخوه، زادوا طاقوا عليه كلب شته ينبح البارح، هاو كلب ينبح. قال لهم 150 بيجي من اجل اموال، يا ودي ما يجيش، ما خاصوش دراهمك تاعي، انا نقول لكم. ويزيد هو يكذب هاد الناس من يتحدثون عن الاتصالات تمت معه. هاد الناس يكذبوا على الشعب الجزائري، ومن يتحدثون عن استقدامه يجب ان يحترموا الناس. لما يتكلموا على الاستقدام تاع المدرب هذا لازم تحترموا اللي داركم في الاتحاديه. شكون اللي داركم ماجر، لازم تحترموه. خاطر عليه كيما روحتو مسحتو له الكراسه وجبتو له كرسي سبيسيال، احترموه فانيك احترموه. خاطر عليه راه بيتوخروه بصح، فكرتو بلي غادي يدقدقكم، على ذلك راكم حابسين ماجر، لانه لا يزال على راس الخضر ولم يتم ايقافه، ومازال ما عرفتوش المصير تاعو لحد الساعه هذه. لا يروح ولا يقعد، ما كاش اللي عارف المصير تاعو، غير هو اللي عارف المصير تاعو مع صاحبه اللي داره. كم ان استقدام حاللو لم يكن كافي لوحده لاعاده الروح في المنتخب بعدما بلغ تهديم الدرجه من الدرجه الكبيره. خاص حطموه ماجر، حطم وين حطموا هما بالعاني، حطموا هذا الفريق باش يخدموا على روحهم في وسط وين في درجه كبيره في وسط الكروي والاعلامي في وراه في كيما يقول في حاله التعفن متقدمه.
باش نتكلموا باش نعطوا الصوره تاعنا حنايا. هذه هي يا الشعب الجزائري، هذه هي هذه قصه تاع تحاليله مع الاتحاديه، كلش كذب في كذب ما كاش منها. وين راه وين ود زميلي ناضر زاتشي باش يروحوا يجيبوا بالماضي؟ وين ما بغاوش بالماضي، ما بغاوش بالماضي. وانا من هذا المنبر ناشد بالماضي، ما يجيش يخدم مع حدو خاطر عليه غادي يوسخوه بالماضي. ارواح نهار اللي يجي ارواح خويا، مي تكون دعوه مليحه وتكون مسقمه ارواح خويا مرحبا به. ما تبقاش تجي تخدم مع هاد الناس، ناس تجار خطيك منهم. هذه ماجر نهار اللي زاتشي عرض تاع نهار اللي قال لهم بنديروا مشاوره في كره القدم والرياضه ونخرجوا، عيط الناس. مي قال لهم شكون اللي دا كريستيانو، شكون اللي دا ميا جوال؟ ما عرفوش شكون اللي دا ميا جوال، ميسي ولا ما يعرفوش ميسي، ما يعرفوش كريستيانو. وزاتشي عيط لهم باش يعطوه الراي تاعهم في الرياضه. هذه هي هذا التعب اللي وصلناه ومكاش منها يا الشعب الجزائري. حاليلو مكاش منها بالماضي، مكاش منها. راهم موجودين سعدان بوعلام الشارف، هذه هي. وباش يخدموا باش بزاف صوالح باش يطلعوا جوارات تاعهم في ليكيب ناسيون باش يبيعوهم بالسومه. هذه هي بزاف بزاف صوالح بزاف كرهنا منهم. ربي يحفظكم وصحة رمضانكم وصحيتكم.